دراسة الهاي. فكتير هي المحاضرة هي مقدمة مهمة وحلوة وشيقة يعني صراحة. إيه إذا فهمتوها هلأ مني كتير بيساعدكم بالمحاضرات القادمة. هي أول أمر. الأمر الثاني، بعد ما نخلص نحن مستويات الأذية العصبية رح أعطيكم إنتانات الجملة العصبية اللي هي التهاب السحايا والتهاب الدماغ، يعني هدول بشكل أساسي. وإذا في مواضيع تانية ممكن نعرج عليها كمان، هي من المواضيع الشيقة والحلوة. الصداع هذا موضوع هو خلينا نقول يعني مبهم عند الكل وهو شيق عند الكل، وبالنهاية كلنا بنعتازه بكل الاختصاصات، لأنه ما في مريض، ما في إنسان ما مرق بحياته إنه صابه صداع. فشلون بدنا نميز الصداعات البدئية عن الصداعات الثانوية، وشلون بدنا نميز حتى الصداعات البدئية أنه نمط، لأنه كل نمط بيختلف بعلاجه وبتدبيره وبخطة علاجه عن المرض الثاني. بعدين رح نحكي، بس لنكون كوننا فكرة عن الأمراض فبدنا ندرس الفحص العصبي، إنه شو في عنا علامات عصبية. وهي الفحص العصبي هو بصراحة يعني مختلف عن باقي أقسام الأجهزة الثانية. يعني الجهاز العصبي مختلف عن باقي الأجهزة الثانية بموضوع إنه هو جهاز ضخم، فحصه مختلف. يعني احنا بنعرف مثلا الجهاز القلبي، جهاز الصدري، جهاز الهضمي، كلياتهم بيبدأوا بتأمل، جس، قرع، إصغاء، ملاحظات تانية. ولكن الجهاز العصبي له خصوصية وهو ضخم أكثر منهم، كمان هذا بناخده بمحاضرة. هلا هدول المواضيع الأساسية اللي رح أنا ألتزم فيهم، ولاحقا إذا يعني كان في مجال إنه آخذ مواضيع تانية ممكن إن شاء الله أخبركم عنها مستقبلا. بس هلأ رح نمشي بهدلولة، رح نبلش اليوم بمستويات الأذية العصبية. هذا ممكن نخلصه بمحاضرتين إن شاء الله، ومشروحين بشكل جيد جدا. أنا قريتهم من الار بي سيز ومشروحين بشكل جيد جدا، وسهلين وحلوين وبسيطين إن شاء الله، ونحن رح نحاول نبسطهم قدر الإمكان. بدأ. حدا يرد علي؟ تمام دكتور، جاهزين. ايه دكتور، جاهزين بس ما في عرض شاشة. لسه ما عرضت الشاشة. ايه تمام. هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مستويات إصابة الجملة الحركية. احنا هي فهرس المحتويات اللي هنحكي عليه. رح نحكي أول شيء بتذكرة على الجملة الحركية مقدمة، بعدين رح نحكي على إصابة العصبون المحرك العلوي، إصابة العصبون المحرك السفلي، إصابة الوصل العصبي العضلي، إصابة العضلات، إصابة الجملة الحسية والنواة القاعدية والمخيخ، بعدين إصابة الحس العميق والمخيخ. يعني هنا هذول آخر ثلاثة يعني تبويب واحد. هلا نحن بنجي على تذكرة بالجملة الحركية. أول شيء نحن مريض العصبية، بس لحتى نحكي مقدمة صغيرة، إنه مريض العصبية هو مختلف استجوابه، مختلف فحصه عن باقي الأجهزة مثل ما حكينا. يعني أولا هو ممتد على كامل الجسم، يغلب عليه إنه الإصابة تأخذ طابع الموقع التشريحي. يعني إصابة الجملة العصبية المركزية أعراضها مختلفة عن إصابة الجملة العصبية المحيطية. يعني لما نحن بنحكي إصابة ضمن القحف مختلفة عن إصابة الأعصاب المحيطية، لما بنحكي على إصابة الأعصاب المحيطية مختلفة عن النخاع الشوكي، لما بنحكي ضمن الجملة العصبية المركزية في عنا مكونات كثيرة. لما بينضرب مثلا، خلينا نقول تكون مستوى الأذية على مستوى القشر قشر الدماغ مختلفة لما تكون الإصابة على مستوى مثلا السبل الناقلة، مثلا مثل السبيل القشري الشوكي أو القشري المخيخي أو المخيخي الشوكي، أو لما بتكون إصابة محفظة داخلية. وبالتالي نحن مثل ما شايفين عم نذكر اسم، وبالتالي عم يكون الأعراض تتعلق بهذا الموقع التشريحي الموجود. فبالتالي التذكير يعني التشريح أساسي التشريح أساسي بفهم
هي الامراض. هلا في صوره هون، هي مستويات اصابه هاي، مثل ما بنحكي نحن بشكل بسيط جدا، مثل ما احنا شايفين في عنا نحن عصبون محرك علوي، هلا نحن نرجع على السلايد اللي قبله، وفي عنا عصبون محرك سفلي، وفي عنا عضله. في بين العصبون المحرك السفلي والعضله في هون نحن بنسميه وصل عصبي عضلي. بعدين في شغلات مضافه، في شغلات مضافة على الأمر الحركي، يعني اليوم أنا بدي أعمل حركة ولتكن مثلا عطف الذراع. العصبون العضلة اللي بتعطف الذراع هي العضلة اللي نفرض البايسبس أو ثنائية الرؤوس. في إلى عصبون أو عصب، إلى عصب هو من الجذر الرقبي مثلا السادس، بيكون العصبون السفلي الجسم تبعه بيه النخاع الرقبي، وهو طالع على شكل عصب وصل للعضلة. تمام، هذا العصبون المحرك السفلي، هذا العصبون المحرك السفلي بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي كمان في هون وصل بينه وبين العصبون المحرك العلوي، لأنه العصبون المحرك العلوي جسمه وين رح يكون؟ رح يكون بالدماغ، وبالتالي طلع الأمر من عند الدماغ من القشر الحركي من فوق، بعدين عطى الأمر للقرن الأمامي للنخاع الشوكي، طلع الأمر بالعصب، انتقلت السيالة العصبية عن طريق نواقل كيميائية هي اللي حنحكي عليها، فعملت لي نزع استقطاب بالعضلة وصار تقلص العضلة، وبالتالي إجا الحركة. ولكن هي الحركة المجردة جدا، أمر من قشر الدماغ انتقل عبر العصبون السفلي لحتى تقلصت العضلة. ولكن نحن الأفعال الحركية هي مو بهي البساطة، مو بس والله انه عضله تحركت، هي غير انه تقلصت، في لها مدى، في لها شكل حركه، في تناسق بين عضلات القابضه والباسطه، يعني لما بدها تتقلص العضلات العاطفه لازم ترتخي العضلات الباسطه مشان تصير الحركه هيك. هي مين بيضفي عليها هذا الامر؟ هن الملحقات او الجمله اللي نحن بنسميها خارج الهرميه، اللي هن المخيخ والنويات القاعديه والحس اللي هو السنسيجن. تمام، لهون واضحة هاي الأمر؟ ايه تمام حكيم، بس ما بعرف اذا الصوت عم يقطش ولا لا، مو من عندي ولا من عند الكل. والله هو بيكون متعلق بالنت، أنا عندي الأمور جيدة يعني، بس يعني أنا لا صوتك تفاعل مشان يعني احس حالي اني يعني الشباب والصبايا انه معي مشان احسن ضلني عم كمل. هلا نحن مثل ما حكينا في عنا عصبون علوي، في عنا عصبون سفلي، في عنا وصل عصبي عضلي، في عنا عضلة، وفي عنا الجملة خارج الهرمية المكونة من المخيخ والنواة القاعدية والحس. هلا بالنسبة للعصبونات الأولية أو العصبون العلوي اللي نحن بنسميه، جسمه وين بيكون؟ جسمه بيكون بقشر الدماغ. إذا كبرنا الصورة هون بنشوف إنه الأجسام موجودة بقشر الدماغ، بعدين نزل المحاور تبعها هيك توزعت على طول البصل السيسيائية والنخاع الشوكي لحتى تعمل التشابك الثاني مع العصبونات المحركة الثانوية اللي هو العصبون السفلي، اللي هون قلنا عنه العصبون المحرك السفلي. تمام، بعدين انتقل العصبون المحرك السفلي لحتى وصل عند العضلة. لهون شغلة بسيطة بس هي كتير مهمة، صح بسيطة ولكن كتير مهمة. هلأ الأجسام العصبونات المحركة الأولية بتتوزع ضمن القشر بتوزع تشريحي، كمان هذا الشيء مهم جداً، لانه هذا سريريا رح يفيدنا بكثير معلومات، اللي هي نحن بنسميه الانيس الحركي او توزع اجسام العصبونات المحركه الاوليه بقشر الدماغ. يعني اجسام العصبونات العلويه المسؤوله عن الطرف السفلي موجوده بالقسم الانسي. هلا اذا بنشوف الصوره هي اللي على اليسار بنشوف الرجل مرسومه على الوجه الانسي للدماغ، بينما الإيد هي مرسومة بالجانب الوحشي، الفم واللسان هن بالجانب الوحشي السفلي. تمام، بناء عليه هذا شو بيفيدنا؟ بيفيدنا يوم اللي بيكون نحن عنا احتشاء دماغي أو أذية دماغية على الوجه الأنسي، شو رح تتأثر؟ ما رح يتأثر الفم واللسان والشفايف، رح يتأثر مين؟ الطرف السفلي.
بالمقابل يوم اللي عم يكون عندي أنا احتشاء شريان دماغي متوسط، بيصب لي هو الوجه الحركي والوجه الوحشي السفلي، فرح لاقي عند المريض رتة، رح لاقي عند المريض إصابة بحركات اليد، رح لاقي تقل باللسان، بينما الطرف السفلي حيكون شغال. لما تكون الأصابع شاملة حلاقي إصابة فيهم كلهم. هذا التوزع نحن بنسميه الأنيس الحركي، اللي هو بفيدنا بهذا الأمر. واضحة لهون؟ هلأ عندنا شغلة تانية بدنا نحكي عليها، محاور العصبونات. يعني هذا نحن نجي هون، عصبون محرك سفلي علوي عفوا، له جسم، بعدين له محور، هذا يعني محور العصبون. هذا المحور طويل، هو بحدود طوله ممكن يوصل لحديت المتر. يعني نحن إذا عم نحكي على العصبون المسؤول عن الطرف السفلي، هو نشأ من الدماغ ووصل لعند القطنيات، القطنية الأولى الثانية، تمام، لهون وصل، فهذا طوله حوالي المتر. فنحن هذا بفيدنا بهذا الأمر. عفوا بس شوي. ايه، فالمحاور هي بتنزل على شكل سبيلين، يعني الجسم بيكون بقشر الدماغ بعدين بينزل لتحت. في عنا سبيلين، سبيل قشري ناشئ من القشر وصل للبصلة، اللي هن هدول الأعصاب القحفية 12. عندنا سبيل قشري اللي هو القشر، نشأ من القشر وصل للنخاع الشوكي، اسمه سبيل قشري شوكي، سهل جدا، ما بدنا نعرف أكثر من هيك، تمام. هدلول السبيل القشري الشوكي تقريبا أكثر من 90% من هي المحاور بتتصالب، تمام، بشيء اسمه نحن بنسميه التصالب الهرمي عند البصلة السيسيائية. وبالتالي إذا رح يكون في عنا إصابة ب نصف الكرة المخية اليمين، الأعراض وين رح تكون؟ باليسار، صحيح؟ ايه تمام حكي مفيش تصالب تمام. بينما السبيل القشري البصلي مو كلهم بيتصالبوا حسب الأعصاب، في أعصاب تتصالب كلها، وفي أعصاب تتصالب جزء من أليافها، وفي أعصاب ما بتتصالب أبدا. وبالتالي نحن بس خلينا نعتمد أنه السبيل القشري الشوكي هو 90% منه بيتصالب، وبالتالي الأذيات اللي بتكون بنصف الكرة المخية اليمنى حتتظاهر باليسار، والأذيات اللي بتكون بنصف الكرة المخية اليسرى رح تتظاهر باليمين. هلا العصبونات المحركة الثانوية هي أجسامها وين بتكون؟ مثل ما أنا شايفين هون بهي الصورة اللي بالنص، أجسامها نشأت من القرن الأمامي للنخاع الشوكي واتجهت باتجاه العضلة، تمام؟ كمان هي محاورة طويلة، عم تكون مختلفة الأطوال، بس يعني بحدود مثلا متر حسب طول الشخص. عم تنشأ العصبون من القرن الأمامي للنخاع الشوكي، بعدين عم يتجه باتجاه العضلة، تمام؟ لهون بتوقع إنه الأمر سهل. هلأ نحن لما بدنا نحكي على مستويات إصابة الجملة الحركية، مثل ما حكينا، بس عرفنا نحن هي التذكرة التشريحية، رح نعرف انه اصابة العصبون المحرك العلوي هو اصابة القشر او هالسبيلين، سبيل القشر الشوكي او القشر البصلي. لما بحكي عن اصابة عصبون محرك سفلي، يعني من القرن الامامي للنخاع الشوكي وباتجاه الاعصاب لحديت العضلات. لما انا بحكي على اصابة وصل عصبي عضلي، بتكون المشكلة بالوسائط الكيميائية اللي بين الأعصاب والعضلات، واللي أهم مرض فيها إن في مرضين، ولكن الأهم مرض والمشهور جدا الوهن العضلي الوخيم، تمام، هذا معروف عند المعظم. بعدين ممكن تكون الإصابة لا مانا بالأعصاب، تكون بالشيء المحرك بحد ذاته اللي هو العضلة، وفي عنا أمراض للعضلات كثيرة بتندرس بالعصبية الأطفال، أو ممكن نحن يعني نتطرق لها ضمن دراسة مقرر العصبية، واللي هي حثول العضلات مثلا مثل حثى الدوشين، حثى البيكر، والأمراض الثانية اللي ممكن الحثى التوتري، وهدول القصص اللي بتصيب العضلات بشكل خاص.
ممكن ما تكون الإصابة بهذا المحور الرئيسي اللي هو عصبون علوي عصبون سفلي وصل عضلة، هذول 4 مستويات. ممكن تكون الإصابة بالشغلات المضافة تحت، ممكن تكون الإصابة بنويات القاعدية. بضل في حركة ولكن الحركة غير طبيعية. ليش؟ لأنه هلأ بس لنصل عند النويات القاعدية نعرف شو مهمتها، نعرف شو مهمة المخيخ، نعرف شو مهمة الحس العميق. فبالتالي أي إصابة بواحد منهم رح تختفي هي الوظيفة الموجودة. يعني على سبيل المثال النويات المخيخ، خلينا ناخذ المخيخ. المخيخ شو مسؤول؟ هو مسؤول عن تناسق الحركات. يعني هو المسؤول بشكل أساسي عن تناسق الحركات بين الشادة والضادة، يعني بين العاطفة والباسطة. يعني أنا إذا بدي مثلا من وضعية الجلوس بدي وقف، بدها تتقلص العضلات الباسطة مشان يوقف جسمي، وبدها ترتخي العاطفة. فأنا يوم اللي في عندي خلل بالمخيخ راح هذا الخلل، أنا الحركة موجودة ولكن صار في خلل، فبالتالي ممكن يؤدي إلى موضوع سقوط. ليش؟ لأنه ما صار في توازن بيناتهم، فممكن إني أتعرض للسقوط. إذا أنا عم بحكي على الحس العميق، الحس العميق هو وظيفته هلا بس لأنه صار لعنده، طبعا عم بحكيهم هلا هدول بنرجع بنعيدهم. ممكن إنه هو الحس العميق هلا بس نصل لعنده، هو اللي بي اللهم صل على سيدنا محمد، هو اللي بيعطيني معرفة الدماغ لوضعية الجسم، وضعية المفاصل، وضعية العضلات. يعني مثلا أنا هلأ بوضعية الجلوس، إذا غمضت عيوني أنا بحسن أحذر أني أنا قاعد جلوس. ليش؟ لأنه هذا الحس العميق بياخذ معلومات من المفاصل ومن العضلات، فبيعطيني لو أنا مغمض عيوني بعرف أنا أنه الركبة متنية، الجذع متني، الذراع مفرود. هي ليش؟ هي بعرفها لانه في عندي شيء اسمه حس عميق بيعطيني اياها. تمام؟ وبناء عليه انا لو مغمض انا بحسن امشي، يعني في ناس تمشي وهي مغمضه بدون ما يصير عندها سقوط، ولكن اللي عنده خلل بالحس العميق بيروح عندهم هذا الاحساس، فهو ما عاد يعرف حاله وضعيه المفاصل شلون، فبتقول له غمض عيونك بتلاقي هذول هن بصير بيعتمدوا على النظر. تقول له غمض عيونك ما بيعود اجته معلومات لا من النظر انه هو وضعيته شلون ولا من الحس العميق، فهدول بتلاقي صار عندهم خلل بالحركة بشكل كبير أثناء إغماض العينين. وبالتالي هي كمان إصابات اللي عم نحكي عنهم الجملة خارج الهرمية. طبعا هلأ نحن ما عم نحكي عليهم أساسي، رح نمر عليهم بسلايدات بس مشان تفهموا علينا شو رح نحكي. هلأ نحن عرفنا نحن من شو مكونة الجملة الحركية، من عصبون محرك علوي، محرك سفلي، وصل عصبي عضلي، عضلة، وفي عنا أمور مضافة تانية اللي هي النويات القاعدية والمخيخ والحس العميق. تمام؟ هدول الشغلات هلا اللي نحكيهم. كل إصابة منهم تعطيني جملة من الأعراض اللي هي تعتبر كمتلازمة، متلازمة إصابة عصبون محرك علوي. طيب هي المتلازمة ممكن سببها أكثر من سبب، يعني احتشاءات الدماغ اللي هي بتصيب قشر المخ بشكل أساسي بتعطيني متلازمة عصبون محرك علوي. طيب أورام الدماغ، أورام نشأت على مثلا بأي سبب بالدماغ وضغطت على القشر كمان عطتني متلازمة عصبون محرك علوي. النزوف فوق الجافية كمان شكلت لي كتلة ضغطت على قشر الدماغ وعطتني متلازمة عصبون محرك علوي. فعندي كمتلازمة إصابة عصبون محرك علوي ممكن تسببها كثير من الأضرار. تمام؟ نجي للمستوى اللي بعده، عصبون محرك سفلي. ممكن مثلا الذيات الرضية بالأعصاب المحيطية تعطيني إصابة عصبون محرك سفلي. ممكن مثلا الخلل بغمد النخاعين اللي هو نحن بنسميه غمد الشوان بالأعصاب كمان يعطيني متلازمة عصبون محرك سفلي. تمام؟ بالعضلات في عندي كثير أمراض بتصيب العضلات بس ولكن هن كلياتها بياخذوا نفس النمط. تمام؟ بيختلفوا بينات بعضهم لحتى نحسن نميزهم سريريا. لهون واضح؟ اذا لهون واضح نحن امورنا كثير بخير وبنحسن نكمل، وبتصير هلا المحاضره صارت ممتعه وسهله. اذا هون في خلل خليني اوقف وعيد، معلش لو طولنا هون لانه البقايا حيصيروا تحصيل حاصل، يعني رح يصير يعني استحضارهم صار اسهل بكثير. فينا نكمل؟
حكيم، بس في سؤال. تفضل. أحيانا بصير تصلب حكيم بالنخاع الشوكي، هذا بيأثر شيء إذا كان عندنا أورام دماغية مثلا؟ يعني ما بدي جاوبك سؤالك، بس هو هلا هون ما بمكانه. انا بس بدي انه الاليه اللي انا حكيت عليها انه تكون وصلت. اذا وصلت هي الاليه، بعدين بنحكي على موضوع التصالب. لما بنحكي مثلا على اصابه محفظه داخليه، شو العضلات اللي رح تتاثر؟ هي قبل التصالب ولا بعده؟ طيب اذا كانت الاصابه لعصبون محرك علوي قبل التصالب مختلف عن اصابه العصبون المحرك العلوي بعد التصالب، تمام؟ فما بدنا هلا نفوت فيه هون، بس انا بس بدي اللي انا شرحتهم اذا كانوا واضحين لحتى نحسن نكمل. بحط سؤالك على العين والراس، بحطه على جنب، جاوبك عليه بعدين. بس انا بدي معظم الطلاب اللي عم تسمعنا او الاخوه يعني الزملاء اللي عم يسمعونا يكون وصلتهم الفكره اللي انا شرحتها. كله مفهوم حكيم. الله. طيب بنكمل هلا. إصابة العصبون المحرك العلوي، شوف يعني نحن هلأ أنت سألت سؤال إجا بالسلايد اللي بعده مباشرة، أي دليل الحمد لله أنه يعني أنتم معي على السمع. إصابة العصبون المحرك العلوي هو مثل ما حكينا، هو العصبون اللي ينشأ من قشر الدماغ لحديد القرن الأمامي من النخاع الشوكي. أي إصابة على يعني من عند منشأه من القشر لحديد القرن الأمامي للنخاع الشوكي، وين ما صارت في مستوى أذية رح يعطيني متلازمة إصابة عصبون محرك علوي. هلأ الأعراض والعلامات، هي الأعراض والعلامات هي مشتركة بكل الأذيات اللي بتسبب لي إصابة عصبون محرك علوي، اللي هي رح يكون في عنا ضعف عضلي. ليش؟ لأنه الأمر الحركي من القشر ما عاد إجا، ما شرط من القشر، من القشر أو يعني الأمر اللي طلع من القشر ما وصل لعند العصبون السفلي لحتى يروح هذا العصبون السفلي وصل للوصل ويعطي أمر للعضلة إنه تتحرك، فصار عندي ضعف عضلي، تمام؟ هاي أول أمر. الأمر الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، ما بيكون في عندي ضمور عضلي. ليش؟ لأنه نحن إذا بنرجع للفيزيولوجيا العصبية، عادة العصبون السفلي هو عصبون منشط دائما يعني إشارات منشطة، والعصبون العلوي هو عصبون مثبط. هاي بدنا نحفظها ولو هيك بشكل مجرد، إنه العلوي هو مثبط والسفلي هو دائما منشط. خلينا نشبهها هيك مشان تحفظوها دائما، يعني بالعيلة الأب، إذا عندنا عيلة فيها أب وابن، منشبه الأب هو بالعصبون المحرك العلوي والابن بالعصبون المحرك السفلي. دائما بنلاقي الولد حرك، عم ينط من هون، عم ينط من هون، عم ينط على الطاولة، عم ينط على الباب، بينما الأب عود كن اهدى. فنحن إذا بنشبههم هيك بنحسن نحفظ إنه العصبون المحرك السفلي هو دائما منشط للعضلات، يعني دائما بيعطيها أمر للعضلات بالتقلص، بينما العصبون العلوي هو بيعطيها أمر تثبيط. هلا إذا انصاب العصبون المحرك العلوي شو صار؟ صارت العضلات دائما عم تتنبه تتنبه تتنبه، فشو صار؟ ما في يعني، والعضلة إمتى بتضمر؟ لما ما بيكون في عليها تحريض. فطالما إنه في عليها تحريض دائما فما بنلاقي ضمور عضلي. واضح؟ هي احفظوها، لانه هون رح يكون في سؤال دوره هذا التمييز بيناتهم، انه الضمور العضلي نحن ما بنشوفه باصابات العصبون المحرك العلوي، هذا شيء كثير مهم. هلا نفس الشيء اشتداد المقويه، المقويه شو هي؟ هي عباره عن يعني خلينا نقول توتر العضلي. هلا مثلا اذا نحن بناخذ انواع من المطاط، بنلاقي هذا المطاط قاسي وهذا المطاط رخو، شو الفرق بيناتهم؟ بنلاقي هذا مقوية هذا المطاط رخوة، هذا المطاط مقويته قاسية، وهي الفرق. نحن العضلات الطبيعية عند كل الناس في لها مقوية طبيعية، ولنقول إنه هي شيء معياري. هاي المقوية إذا كانت طبيعية، نحن طبعا تكتسب بالخبرة، إنه أنا إذا فحصت عضلي بعرف إنه هي مقويته طبيعية، يعني لازم ما يكون هو شادد ولا يكون رخو كتير. لما بينصاب العصبون المحرك العلوي مثل ما حكينا، مين فلت على حبل دراعه؟ هو الولد هذا اللي نحن مشبهناه بالعصبون المحرك السفلي، اللي هو عم يعطي اشارات تحريضيه تحريضيه تحريضيه. فشو صار بالمقويه؟ اشتدت، صار قوام العضله، مو قوامها، صار
مقوية العضلة مشتدة، تمام؟ بنفس التفسير فينا نقول إنه المنعكسات الوترية اللي حتزيد، والرمع اللي هو بس لنحكي على الفحص العصبي، وإن شاء الله تكون محاضرة فيزيائية نشرح لكم عليه، وهي رح يكون في عنا شيء اسمه رمع. في عنا منعكسات جلدية بطنية، هي بتغيب لأنه هي متعلقة بوجود الإشارات من العصبون المحرك العلوي. فإذا غاب العصبون المحرك العلوي راحت هي المنعكسات الجلدية البطنية، طبعا في صورة لها. في عنا المنعكس الأخمصي نحن بنسميه بالانبساط، أو هي علامة بابنسكي، تمام؟ هاي الأعراض والعلامات بتكون تحفظوها مثل ما بتحفظوا اسمكم، لأنه هاي مستحيل ما يجي على كل واحد من هالتعدادات سؤال، ورجاء احفظوهم بشكل جيد. هدول إذا حفظتوهم يعني بتكونوا شلتوا على حالكم يعني شغل كثير كبير. هلا وين ممكن ينصاب العصبون المحرك العلوي؟ ممكن ينصاب فوق بالقشر، ممكن ينصاب بالقشر فوق عند الجسم تبعه، ممكن ينصاب بالمحفظة الداخلية. إذا بتتذكروا تشريح الجملة العصبية، ما بعرف إذا في صورة هون، بهي الصورة اللي بالنص، شوفوا شلون بين هدول المكونات النواة القاعدية، بتمرق من هون المحفظة الداخلية. هاي إذا انصابت خاصة بالاحتشاءات الفجوية اللي بتصير نتيجة ارتفاع ضغط الشريان، يعني بتنصاب المحفظة الداخلية، ممكن ينصاب هون. هذا كمان هو عصبون محرك علوي. وين كمان ممكن نشوف؟ ممكن بالنخاع الشوكي. يعني إذا جينا لهون، صار بأي مكسرة رح يكون المستوى اللي مصاب فيه عم ينضرب العصب العصبون السفلي اللي رايح على هي، بس كل شيء الياف نازله من فوق هي كمان انضربت، هي عصبونات علويه. هون بيصير في عندي متلازمتين يعني موجودتين، اللي هن العلوي مع السفلي سوا. طبعا السفلي هلا لسه ما حكينا عليه، بس اذا كان بالنخاع الشوكي هو هي احد طرق التمييز بيناتهم، تمام؟ فهي المستويات اللي ممكن ينصاب فيها العصبون العلوي. حكيم، ناخذ ممكن صور نقول على بابنسكي او المنعكس الاخمصي. نحن المنعكس الاخمصي رح نحكي عليه بالفحص العصبي بشكل مفصل كتير. نحن بنخرج اخمص القدم من الاسفل والوحشي باتجاه الاعلى والانسي. الحركه الطبيعيه هي مثل الصوره اللي باليمين، لازم تنقبض الاصابع، بينما بالحاله المرضيه بيصير عندي هذا التباعد للاصابع والعطف الظهري. المنعكسات الجلدية البطنية بس خرج باتجاه السهم، يعني إذا أجيت أنا من اليمين والأعلى باتجاه السرة، أو من اليسار والأعلى باتجاه السرة، أو من اليمين والأسفل باتجاه السرة، أو من اليسار والأسفل باتجاه السرة، نلاقي بس خرجت بأي أداة حادة مثلا مفتاح أو أي شيء، بنلاقي صار انكماش لعضلات البطن. هي لما بيكون عندي إصابة عصفور علوي بتغيب هي المنعكسات، بالحالة الطبيعية هن موجودين. لما بيغيب العصفور العلوي هي بتغيب، تمام؟ المنعكسات الوترية كمان رح نحكي عليها وقت الفحص، بس أنا حبيت أحط صور يعني لحد إنه إذا صار أي استفسار على أي منهم. هي المنعكسات الوترية اللي هن منعكسين بالطرف العلوي وثلاثة بالطرف السفلي، هدول المهمين اللي بدنا نحكي عليهم. هيك بنكون خلصنا من إصابة العصبون المحرك العلوي. في سؤال عليه؟ حكيم، بس سؤال تفضل. حكيم، بس شلون بيجتمع الضعف العضلي مع الشداد المقوية سوا في الأعراض والعلامات؟ ها المقصود نحن طبعا هذا ممكن يتوضح لما بتكون حكيلكم على الفحص العصبي. القوة العضلية هي مختلفة عن المقوية. القوة هو مثلا انا لما بجي بقول لك كاسرني، تمام؟ كاسرني، انت قوتك العضليه اقوى منه، انت شاب ما شاء الله حولك بتنط على الخيط، بينما انا صرت ختيار بتكاسرني بتكسرني، انت قوتك العضليه اقوى من قوتي. بس ما شرط هذا انه تكون المقويه موجوده او لا، تمام؟ واضحه؟ يعني هو الضعف العضلي هو متعلق بغياب الامر الحركي، واضح؟ ايه تمام حكيم. تمام. هلا خلصنا من اول مستوى اللي هو ثابت العصبون المحرك العلوي. لا هلا حكيم، انا بشكل هون انا كاتب بهذا السلايد اصابه العصبون المحرك العلوي هو خطا.
تور موتور نيورون ليجن، اللي هو اصابه العصبون المحرك السفلي. يعني بالسلايد هون انا مخربط، هو اصابه العصبون المحرك السفلي هون، واضح؟ تمام حكيم، بس في سؤال هون، تفضل. بس فينا نقول إصابة العصبون المحرك العلوي يسبب شلل رخو، وعلى العكس شلل رخو؟ لا، شلل تشنجي. العصبون المحرك العلوي شلل تشنجي. تشنجي، عفوا تشنجي. تماما تماما، هي الكلمة المفتاحية. إصابة العصبون المحرك العلوي هو شلل تشنجي، بينما هلا حنشوف بإصابة العصبون المحرك السفلي شلل رخو. هلا حنحكي عليها. إصابة العصبون المحرك السفلي، اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع للصورة هون، هاي عصبون المحرك السفلي، هو اللي رح ينصاب إما عند القرن الأمامي للنخاع الشوكي أو ضمن الضفائر العصبية، مثلا ضفيرة رقبية، ضفيرة العضدية، ضفيرة القطنية، أو ضمن الأعصاب المحيطية، مثلا العصب الوركي، العصب الشظوي، العصب ذات الرأسين، العصب الناصف، أي عصب انصاب فلح يروح هذا العصبون المحرك السفلي. رح نشوف هلا شو الأعراض والعلامات اللي ممكن نشوفها. هون بنرجع بنأكد إنه هذا اللور موتور، يعني مو هذاك أبر موتور هون، هذا أبر، هذاك اللور. أنا مخربط بس في الكتابة السلايد. إصابة العصبون المحرك السفلي شو الأعراض اللي بنشوفها؟ مثل ما حكينا، بنرجع لمثالنا الواضح والصريح. أب هو ممثل بالعصبون المحرك العلوي، اللي هو دائما كن إهداء، هو عصبون مثبط، بينما العصبون المحرك السفلي هو عصبون دائما بيعطي إشارات تحفيزية، مثل الولد اللي عم يشبشب على الحيطان، على الكراسي، على الكذا. فإذا صار الإصابة بالعصبون المحرك السفلي، فشو صار؟ ما عاد عندي تحريض، فكمان ما رح يصير في عندي ضعف عضلي، أكيد ضعف عضلي. ليش؟ لأنه الأمر الحركي ما عاد يصير، هي خلصنا منها ما مكتوبة، بس هو رح يصير في ضعف عضلي إجباري. بس شو رح يصير؟ العضلة ما عاد تحركت، ما عاد إجاها تحريض، بس الشغلة اللي ما بتستخدم ما بتضمر. فالعضلات يوم اللي ما عم يجيها تحريض رح تضمر. الشيء المميز بين العصبون العلوي والعصبون السفلي، أهم علامة هو موضوع الضمور العضلي. يعني إذا شفنا واحد مشلول، إذا العضلات ضامرة أنا بتوجه للسفلي، إذا شفناها متشنجة لا، هي هذا عصبون علوي. نفس الشيء المقوية العضلية اللي اللي حنشوفها، هي المقوية اللي كانت طبيعية ما عادت مشتدة، رح تصير رخوة، ممكن تنقص وممكن تغيب حسب شدة الإصابة. إذا الإصابة جزئية بنلاقي نقص، إذا كانت الإصابة شديدة رح نلاقيها غياب. المنعكسات الوترية كذلك الأمر، إذا كانت الإصابة جزئية رح نلاقي في ضعف بالاستجابة، إذا كانت مشتدة رح نلاقيها يعني، عفوا، إذا كانت الإصابة كلية فرح نلاقي غياب بالمنعكسات الوترية. هلا الشغلة المميزة جدا كمان لازم تحفظوها، هو التقلصات الحزامية. أي أول ما بيصير إصابة للعصبون المحرك السفلي، أول ما بيصير إصابة للعصبون المحرك السفلي فرح يكون عندي شو اسمه، بس ثواني والله. أول ما رح يصير إصابة للعصبون المحرك السفلي، بداية رح يكون ما في عندي شيء، العضلة ما عاد تتحرك، ما إجاها أي أمر. بعد فترة العضلة بتشوف هيك إنه ما عاد إجاني أي أمر، فبتحاول هي من حالها تعمل حركات، ولكن هي الحركات شلون؟ غير موجهة، فتيجي على شكل تقلصات هيك، حزم حزم من العضلات. فهي كمان مميزة لإصابة العصبون المحرك السفلي. بعد فترة رح يصير ضمور بالعضلة، ما عاد لا تتقلص ولا غيره، خلص بتغيب. واضح؟ هلا مثل ما حكينا، شو هي مستويات الإصابة بالعصبون المحرك السفلي؟ ممكن تكون على القرن الأمامي للنخاع الشوكي، انضرب هون عند جسم العصبون، أو عن طريق الضفائر أو الأعصاب المحيطية. تمام؟ هيك بكون شرحنا إصابة العصبون المحرك العلوي، إصابة العصبون المحرك السفلي، وعرفنا التفريق بيناتهم. وهذا قولا واحدا، خدوها مني قولا واحدا، في سؤال أو سؤالين للتفريق بيناتهم.
هاي صور توضيحية موجودة من المحاضرة، وأنا حبيت أخذها من المحاضرة لأنه عرفت إنه رح نعتمد المحاضرات، فهي بتظهر لنا شلون بيصير بعدين الضعف العضلي لما بتغيب يعني لما بيغيب اللهم صل على سيدنا محمد، لما بيغيب العصبون السفلي. هلا خلصنا من بنرجع للصورة هاي الأولى اللي كنا فيها هون، حكينا على إصابة العصبون المحرك العلوي، حكينا على إصابة العصبون المحرك السفلي. هلا في عندي هذا الوصل بين الأعصاب والعضلات، هذا نحن بنسميه نيورو موسكولار جاكشن أو الوصل العصبي العضلي. هذا إذا في خلل رح نحكي شوية بيوكيمياء مشان يعني نحسن نوصل الفكرة. الوصل العصبي العضلي هو عبارة عن جزيئات كيماوية بيطلقها النهايات العصبية لما بتجي هون، نرجع لهي الصورة شوفوا العصبون هون شلون بيجي بيعمل هيك تشعبات حوالي العضلة، حوالي الحزمة العضلية، تمام؟ هي التشعبات بالنهاية في فراغ، هذا الفراغ اسمه الوصل العصبي العضلي. شلون بتنتقل الإشارة من العصبون للعضلة؟ بيكون في نزع استقطاب هيك لتوصل للنهاية، بالنهاية لما يوصل نزع الاستقطاب للنهاية العصبية بتنفرز جزيئات الأستيل كولين. من وين؟ من النهاية العصبية، بتروح الأستيل كولين لوين؟ على العضلة، بالعضلة بتساوي لي شو؟ بتساوي لي نزع استقطاب بالعضلة، بس صار نزع استقطاب بالعضلة بتتقلص العضلة. هي اللي خلينا نحكي الفيزيولوجيا يعني شلون صارت. ناخذ صورة ترسيمية حلوة. النهاية العصبية باليسار هي طبيعية مثل ما احنا شايفين، وصل النهاية العصبية من فوق، نشر الأستيل كولين، إجا عند العضلة النظامية عملها نزع استقطاب، تمام، وتقلصت العضلة بشكل طبيعي. لما بيكون في عندنا خلل بهي الآلية لأي سبب مناعي أو غيره، فبيصير في خلل بالاستجابة، بينقص الأستيل كولين، هو المثلث هو هذا الأستيل كولين، تمام، هون بالصورة هاي اللي على اليسار، هذول الأشكال المثلثة أو عفوا المدورة هي عبارة عن الأستيل كولين. الأستيل كولين لحتى يتفاعل مع العضلة بده مستقبل، المستقبل تبعه هو هذا المثلث اللي موجود على العضلة، تمام. هذا الأستيل كولين بس وصل لعند هذا المستقبل تبعه، عمل لي نزع استقطاب بالعضلة وتقلصت العضلة. طيب لأي سبب من الأسباب، واللي هو غالباً ب 99% من الحالات هو سبب مناعي، بيكون في عندي هدول الضاد اللي شايفينهم على شكل الشعب، يا اما هي بتجي بتقعد على المستقبل ما بتخلي الاستيل كولين يقعد عليه، او بيكون في اضداد بتجي بتخرب المستقبل، بتخربه بالمره بيروح، يعني اليوم موجود بكره ما هو موجود، فبيقل عددهم. يعني هدول المثلثات باليسار صاروا كانوا مثلا 6 7 صاروا 3، يعني هو بشكل ترسيمي. فشو صار عندنا؟ هي الأضداد إما حاصرة أو مخربة، بتكون أضداد مناعية بتجي على هي المستقبلات، إما بتحصرها ما بتخلي الأستيل كولين يرتبط فيها، أو بتخربها، بتكون أضداد مخربة فبتخربها، فبعد فترة رح يصير في عندي ضعف. هلا الأمر الحركي وصل للعضلة وتقلصت بس ما بها الشدة، ليش؟ لأنه عدد المستقبلات قليلة. هي هلا نحن حكينا على التعريف والآلية، هي يعني هي آلية المرض شلون بتصير، بس شو السبب؟ هو السبب أشياء سبب له هو السبب المناعي. عادة بيكون هذا السبب المناعي متعلق بغدة التيموس، بيكون في أضداد عم تنفرز من غدة تيموسية اللي بتتذكروها هي كانت موجودة بأعلى الصدر بالحياة الجنينية، هي لها وظيفة بالحالة المناعية، تطلع منها أضداد، وهي الأضداد هي اللي بتحصر مستقبلات الأستيكولين. طبعا هذا البحث كلياته رح يرجع ينعاد، نحن بس عم نحكي على مستوى الإصابة، نحن هلا عم نفوت بشغلات لازم ما نحكي فيها كتير، بس يعني مشان تفهموا شو اللي عم يصير. هو مرض مناعي ذاتي غالبا متعلق بالأضداد، له علاقة بالتيموس بشكل كبير، خاصة بالأورام الخبيثة اللي بتصيب التيموس، بتصيب بتنشر أضداد، هاي الأضداد بتخرب مستقبلات الأستيل كولين أو بتحصرها، فبيصير عندي ضعف عضلي.
شو ميزات المرض؟ هو عادة إذا كانت من النوع الأضداد الحاصرة، يوم اللي بتخف هي الأضداد الحاصرة بيتحسن التقلص. لما بتكون هي الأضداد كتيرة فبيكون الضعف العضلي أشد، تمام؟ أكثر العضلات إصابة هن بالترتيب التالي: أول شيء الإصابة العينية، أكثر شيء أول ما يظهر بيظهر بعضلات العينية، وخاصة العضلة الرافعة للجفن. فمنلاقي أول علامة من علامات المرض منلاقي إنه انسدال جفن. بعدين العضلات البصلية، اللي هي المقصود بالعضلات البصلية اللي هي بتاخد تعصيبها من البصلة السيسيائية، واللي هي أكثر يعني هن متعلقة بالأعصاب القحفية، أعصاب اللي هن مين من الأعصاب بينشأوا من البصلة السيسيائية، 9، 10، 11، اللي هن يعني البلعوم اللساني والمبهم واللاحق. فمنلاقي في ضعف بالكلام، منلاقي ضعف برفع الأكتاف، منلاقي ضعف بالبلع، هاي العضلات البصلية. وآخر شيء بنلاقي عضلات الجذع والأطراف هي بنهاية المرض لحتى تنصاب. هلأ في علامات سريرية لهذا الأمر ممكن نحكيها، وممكن ينعادوا بالفحص السريري لما نحكي على الفحص العصبي، وممكن نحكي على عليهم بشكل سريع. هلأ أول شيء نحن مثل ما حكينا أشيع التظاهرات هي التظاهرات العينية. منلاقي المريض عادة الصبح بفيق متحسن، منلاقي مع تقدم النهار ضعف. ليش؟ لأنه بالنهاية هو كان نايم ومرتاح، وعنده كمية كبيرة من الأسيتيلكولين موجودة بالنهايات العصبية، والعضلة ما تقلصت لسه وبقمة نشاطها، فأي أسيتيلكولين رح يوصل للعضلة رح يخليها تتقلص. مع مرور النهار واستهلاك الأسيتيلكولين ويعني وحصر هاي المستقبلات، فمنلاقي مع تقدم النهار ببلش المريض يرتخي جفنه. فبيقول لك انا في ما فيني اجي، بس مع النهار ما وصل للمساء بصير عيني بترتخي، فبصير بدي ارفع راسي لفوق لحتى احسن اشوف، ما الجفن نزل فهو بيضطر يرفع راسه لفوق لحتى تصير كرة العين تحسن تشوف. فهذا نحن اثناء الفحص بنقول له للمريض يرفع راسه، فمنشوف هذا الاختلاف انه مغطاية العين، طبعا ممكن يكون مانو متناظر بآلية غير معروفة، فبنلاقي هذا هو اللي اسمه اختبار سيمبسون. اختبار غورليك اللي هو ما كتير مهم وما كتير بيحكوا عليه، بس سيمبسون لازم تحفظوه. اللهم صل على سيدنا. اختبار غورليك هو اللي نرفع واحدة من العينين بتقوم ترتخي الثانية، لأنه صار ضعف، لأنه صار بده يقدم مجهود أكبر لحتى يعني يحسن يرفع الجفن. العلامة الثالثة هي علامة كمادة الجليد، هي مهمة كثير وبنستخدمها كثير بالفحص يعني الوصل العصبي العضلي، اللي هي كمادة الجليد. برودة العضلة بتحسن من النقل بالوصل العصبي العضلي، فبالتالي نحن بنلاقي عين المريض مثل هاي، عينه مرخية، بنحط له كم مادة جليد على عينه فبتحسن هون، بتزول الأضداد شوي لأنه هاي الأضداد بتنشط بالحرارة، فبتختفي شوي الأضداد، فبنلاقي بتتحسن العين عند المريض. هاي اسمها كمادة الجليد. شوفي عن الأخير بالراحة، هاي اللي حكينا عليها هي ضمن الأعراض السريرية، أو مثلا مريض عنا هلأ مرخي جفنه، عود تسطح لك نص ساعة زمان تلاقي فتح صارت عيونه منيحة، هاي كمان علامة يعني لهذا الأمر. هلأ العلاج بالوهن العضلي الوخيم هو مرض مناعي ذاتي، وبالتالي على شو بيستفيد؟ بدنا شغلة تروح ما هو مناعي ذاتي، يعني هو المناعة مشتدة وعم تصيب الجسم، فبدنا شيء يثبط المناعة. أكثر شيء نحن بنستخدم الكورتيزون، ممكن ينعمل فصد بلازما لإزالة هي الأضداد. إذا كان في مشكلة بالتيموس، لأنه هي ب 90% من الحالات هي منشأ الأضداد، فممكن إنه نعمل استئصال للتيموس.
فشو هو المرض العصبي اللي يستفاد من جراحة استئصال التيموس؟ بدون منازع هو الوهن العضلي الوخيم، تمام؟ هذا كمان احفظه. هاي بالنسبة للعلاج. هلا ضل عنا العضلات، نحن ما كتير رح نفصل فيه هون، بس في عنا أمراض بدئية بالعضلات اللي هي مثلا، أو أمراض ثانوية. الأمراض البدئية هي الحثول اللي هي بتجي منتقلة بالوراثة. في عنا حسل دوشين وحسل بيكر، ان اثنين نفس المرض بس ولكن اختلاف المورثة تبعهم. ميزات المرض هو بيكون الضعف بالعضلة بحد ذاتها، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بتنشأ هي يعني بتنتقل بالممارسات، عادة بتصير لما بيصير المريض بده يستخدم عضلات الكبيرة اللي هي عضلات الجذع، يعني بفترة خلينا نقول عمر المتوسطة، لما بيصير بده مثلا يمشي يركض، هون بيصير بيتطور المرض، هو مرض مترقي. حسل دوشين بيشبه بيكر مثل ما حكينا، بس بتختلف المورثة، بنلاقي ضعف بالعضلات. فأكثر العضلات اللي رح تنصاب هي الكتلة العضلية الأكبر، هو ما تنصاب العضلات العينية. ليش؟ لأنه كتلة صغيرة مقارنة بعضلات الجذع اللي هي بدها تحمل أوزان ثقيلة، ومقارنة بالعين اللي هي فقط رح ترفع الجفن أو العضلات الذراعين. لاحقا بتقدم المرض ممكن تنصاب كل العضلات، يعني بهذا الأمر. عادة سريريا شلون ببلش؟ ببلش هو صعوبة النهوض من الاستلقاء، بيكون المريض مستلقي ما بيحسن يقوم مثل ما بيقوم الإنسان الطبيعي، فبيستخدم عضلاته المساعدة. يعني مثلا أنت لما بدك تقوم من الجلوس مباشرة، قمت وقفت على رجليك وقفت، تمام؟ ولكن هذا المريض كونه عنده ضعف عضلي، فبتلاقي بتسند على الأرض، بعدين بيرفع جذعه، وبعد ما يرفع جذعه يعني بيصير واقف على حاله، تمام؟ هاي بدايات المرض. لاحقا بيصير ضعف عضلي اكثر، بعدين في بعض الاشخاص بيصير يعني حتى مقعدين ما بيعودوا، بتقدم المرض بيحسنوا يوقفوا. في صورة مميزة، هي شكل الطفل لما ببلش ترقي المرض عنده، شلون بيقوم. هي المشية، يعني هذا الوقوف مميز. وإذا بنلاقي بآخر صورة، يعني هي صورة الطفل آخر صورة على اليمين، بنلاقي هيك بطنه شادد لقدام. ليش؟ لحتى يساوي توازن بالوقوف، تمام؟ في عنا اختبار اسمه ترادلنبورغ. الحالة الطبيعية انت لما بنقول لك ارفع الرجل اليمنى عند النيجاتيف، يعني ترادلنبورغ نيجاتيف نرفع، فعادة انت بتميل الحوض لفوق. ليش؟ مشان ترتفع رجلك. لما بيكون في عندي ضعف عضلي ما بتعود العضلات تحسن ترفع الحوض، فبنلاقي بميل محور الحوض بالعكس، يعني بينزل لتحت، فبيصير عندي هذا الشكل. بتكون هون العلامة إيجابية. هي كمان ببدايات المرض بنشوفها، ما حنخوض بال هي الأمراض بشكل كتير كبير، لأنه هاي رح تندرس بوقتها، بس نحن عم نحكي على مستويات الإصابة العضلية. بس هلأ أنتوا إذا أخذتوا مني هاي المعلومات هون كتير بتساعدكم بفهم الأمراض لما نحن بنحكي عليها. هلأ وصلنا لهون، بتحبوا ننهي هون ولا بتحبوا نكمل؟ نحن يعني نكمل كل المحاضرة صعب، بس ممكن نمشي فيها شوي تانية. وبتحبوا لا كونه حكينا هلا على المحور الاساسي هو عصبون علوي عصبون سفلي وصل عصبي عضلي عضلات، فمننهي هون. والمحاضره الجايه ممكن بكره او بعد بكره، ما عندي مشكله، نكمل الجمله الحسيه والنواه القاعديه والمخيخ، لانه هدول حتى بحد ذاتهم، هدول لحتى نفهم التذكره التشريحيه والوظائف تبعهم، هدول لازم نوقف عندهم شوي مشان يصير الفهم هيك واضح مثل اللي سبق. إن شاء الله حكي، إن شاء الله. الله يعطيك ألف عافية يا رب، يجزيك الخير. هلا مبدئيا الله يسلمكم، معناتها نحن رح نوقف هون. المحاضرة القادمة إن شاء الله بنكمل بقية السلايدات. خليني أنا بس أوقف العرض.
إيه معناها نحن رح نوقف هون، بكرة ممكن نحن نكمل العرض ونكمل بقية المحاضرة مستويات الأرضية الحسية، كمان هو موضوع ممتع مثل هذا اللي مرق معنا، وإذا فهمتوه هيك ببساطة بخفف عليكم كتير من الأمراض اللي رح تاخدوها لاحقا إن شاء الله. رح نعتمد صح. معناها محاضرات الـ RBCs. نحن طول ما الوضع بالشمال سيء بالنسبة لموضوع التحركات ممكن نضلنا عم نعطي بالمنصة هلأ أسبوعين، لاحقا ممكن إن شاء الله يعني لحاول قدر الإمكان المحاضرات اللي بدها حضور فيزيائي وخاصة الفحص العصبي إنه يكون المحاضرة فيزيائية. نحن رح ناخذ معكم مبدئيا يعني المحاضرات اللي رح اعتمدها معكم هي مستويات الأذية في الجملة الحركية، رح نحكي على إنتانات الجملة العصبية، رح نحكي على الصداع، ورح نحكي على الفحص العصبي. هذول كل واحد منهم هو بحاجة محاضرتين على الأقل مثل ما هلا شفنا، وإن شاء الله كل أسبوع بنعطي محاضرتين لحتى نخلصهم. وأنا بتواصل أو حضرتكم يعني ممثل الطلاب يتواصل مع الدكتور عمر مشان بقية مقرر العصبية، وأنا كمان إن شاء الله بتواصل معه، ونحن يعني اعتمادنا على الـ RBCs مشروح هذا الكلام اللي أنا حكيته بشكل تمام. رح نرجع لاحقا دائما يعني دائما هذا السؤال بيتكرر إنه دكتور كلامك كافي ولا المحاضرة؟ لا طبعا المحاضرة، كلامي هو يعتمد كتير على إنه أسئلة الطلاب سألني هي فبصير بشرح أكثر، شغلات بتفوتني هي بتكون مشروحة بالمحاضرة بشكل أكبر، ولكن أنا وظيفتي بالمحاضرة إني سهل لك الفكرة لحتى إذا قريتها تكون واضحة عندك بشكل جيد. المطلوب هو المحاضرة ليس حرفيا ولكن فهم الآلية، ويعني وإذا بتتآنسوا بأسئلة الدورات لحتى تعرفوا بس المعلومة شلون بتنعرض لحتى يعني تتوضح معكم. المطلوب هو فقط المحاضرات، الشغلات اللي ركزنا عليها هي أكيد مهمة، والشغلات اللي ما ركزنا عليها لازم تنقرأ بس يعني ما حتكون بأهمية اللي ركزنا عليه وقلنا إنكم تهتموا فيه. واضح؟ واضح حكيم، واضح. الله يعطيك العافية، الله إن شاء الله يا يعافيك. رب. إذا لهلا صار منيح لحتى ننهي، إذا في سؤال أنا جاهز للأسئلة، وأهلا وسهلا فيكم، واعذرونا على يعني إذا تألنا عليكم. لا أبدا حكيم، 100 أهلا وسهلا. والله بالعكس، أهلا كانت وسهلا، المحاضرة، والله أستغني المحاضرة ممتعة. يعطيك العافية. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. أهلا دكتورنا، خير من استودعت.